المؤسسة بدأت حاجة وهي فريدة من نوعها، عملية تعليم الأطفال اللغات وخصوصا اللغة الإنجليزية، لأن في كتير منهم. أيوة، لا 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 استنى، أنت بتعلمهم إنجليزي فعلا؟ بالظبط. أيوة فعلا، يعني لو سألت الأولاد دلوقتي هل هم بيعرفوا إنجليزي؟ بيعرفوا الحروف، لسه ما بدأ الحروف، ابتدينا معاهم إن احنا نعلمهم الحروف. يعني لو سألتهم في الحروف هل هم بيعرفوا؟ إن شاء الله. بس سيبني بقى أسألهم في حروف الإنجليزي. أوكي، ألف شكر لحضرتك. شكرا. قولي لي أنت اسمك إيه؟ لبنى. بتعرفي دلوقتي حروف الإنجليزي؟ اه. طيب يلا قولي لي. اي بي سي تي اي اف جي اتش او جي كي. هتعرفي لغايه الكي؟ اه. طب ان شاء الله هتكملي بقى الحروف امتى؟ ان شاء الله لما افتحه كده من كده مثل احمد ده ادخل اجمع بقى حروف اقول لهم ان شاء الله باذن الله. وانت اسمك ايه؟ الاء. قولي لي الاء، بتعرفي حروف الانجليزي دلوقتي؟ طب يلا سمعيني. بي سي تي اي سي اتش. لا من الاول بقى، من الاول. ايه؟ ايوه. بي. ايوه. سي تي اي اي اف اف جي جي اتش اتش اي اي جي تي كي تي كي تي. وانت حبيبتي اسمك ايه؟ أم خالد. قولي لي يا سموره، بتعرفي دلوقتي حروف الانجليزي؟ اه. طب يلا سمعين. اي بي سي اي سي اف جي اتش اي اي جي جي تي كي ال ال ام ام. انت شاطره خالص، عليك موهبه. مبسوطه بالمستوى اللي هي وصلت له في الانجليزي؟ اه الحمد لله. هي دوب حفظت 10 12 حرف، يعني لسه كتير. أه بس يعني عندها القابليه انها تحفظ اكتر من كده. كابتن احمد بيشكر اللي هو بيعلمهم من الحروف الانجليزي. تمام. قولي لي حضرتك ايه دور المؤسسه اللي بتقوم بيه بالظبط مع بنت حضرتك؟ لا بتقوم الصراحه بكل حاجه، ووصلتهم ان هم ابطال يعني كمان، يعني هم ما شاء الله عليهم واخدين المراكز الاول في البطوله. بطوله ايه؟ بتاع دوت تنس طاوله وبتاع دوت سله. تمام. وسافروا بره. استاذ احمد فتحي بره. دلوقتي انا لما سالت الاولاد بره على حروف الانجليزي لقيتهم مش حافظين الحروف بالكامل، وعندهم لخبطه في ترتيب الحروف، وواضح ان لسه المستوى في بدايته. فانت شايف مستواهم يقدر يرتفع ازاي اكتر من كده؟ وازاي مستواهم في اللغه الانجليزيه يتحسن؟ والله احنا بدانا المشروع بقالنا اكتر من شهرين مع الاولاد، بنلاقي صعوبه جدا جدا في التعامل معاهم في عمليه الفهم والحفظ والادراك، خصوصا ان كتير منهم مستوى العمر الذهني بتاعه 6 سنين و7 سنين، فبالتالي يعني هم 16 سنه و17 سنه لكن العمر الذهني صغير. المتطوعين اللي بييجوا يشتغلوا مع الاولاد، احنا ما عندناش حد متخصص في اللغه الانجليزيه، فالمتطوعين اللي موجودين نفسهم قصير، ما حدش بيقدر يكمل مده طويله مع الاولاد، فده اللي وصلنا للمرحله ديت. لكن احنا ان شاء الله يعني دي بدايه، لكن ان شاء الله بدعم كل الجهات اللي احنا بتقدم ليها ان هي تدعم الموضوع ده، ان احنا نقدر نجيب مدرسين محترفين يقدروا يتعاملوا مع الاولاد ويقدموا خدمه كويسه، هنقدر نطلع بنتائج ايجابيه. محتاجين متطوعين كتير جدا من الاولاد والبنات اللي عندهم وقت، الاولاد موجودين، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونوصل بيهم لمستوى راقي جدا.